بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خابتي، اسمعوا، هل النفس اللي راهي تخرج من ريزيرفوار تاع هذه الكية، هذا الانسان بعث لي فيديو وقال لي واش هو المشكل تاعها. راح ندير لكم فيديو ونوري لكم واش هو المشكل تاع الهواء اللي يخرج من الخزان تاع الوقود تاع هذه السيارة. وكاين حاجة لعدتكم بكش مكان فيديوهات وعدتكم مشاكل، ابعثهم لي في الميسنجر واش نصوروا بالعرض وطولوا شوية في التصوير باش نفهم واش هو المشكل تاع السيارات تاعكم. بالمناسبة راهي جاتني هونداي اكسنت وفيها نفس المشكل، دير النفس في الخزان تاع الوقود، وكي راقبت لها الكتروفان تاع الفلتر كانستر لقيته تالف. دركا نوريكم كيفاش نبدل الكتروفان اللي تالف، ومن بعد نوري لكم كيفيه تنقية تاع الفلتر كانستر تاع الهونداي اكسنت. خوتي قبل ما نبدا في الشرح نذكركم نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشان يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد تاع الفيديوهات تاعي. دركا نروحوا لسياره الاكسنت ونبداو ان شاء الله. خوتي مول السياره راهو شرا وحده جديده كما راكم تشوفوا، هاي ليك راك دركا نبدلها لكم تشوفوا كيفاش نبدلوها وما تتطلبش نقولوا معرفه كبيره. هاي لهنايا باش بدلوها هو طبعوها نحو تيو، هذا نحوه، ومن بعد هذه طبعوها هكذا برك تخرج هكذا، ومن بعد نحو الفيشه هذه الفيشه لضوا عليها لهنايا منا ومنا وجبدوها. خوتي الفيشه هذه راه عندها دي كليبس، عندها هذا لهنايا تشوف فيه وعندها هنا واحد، لضوا عليه وديروا الترنوفيس هكذا ودوروا برك الترنوفيس تطلع هذا مكان، ومن بعد بفانس نحو هذا الكولي اللي هنا هكذا نحو الكولي هذا ودوروا هاو شويه قاسي هذا مكان، ومن بعد تقدروا تركبوا السمات تاعكم، رجعوا الكولي هكذا، ومن بعد رجعوا لافيش تاعكم هكذا طبعوها برك هك تسمعوها الطرطق خلاص، ومن بعد دخلوا هذا اللي هنايا رجعوه في بلاصتو في هذه البلاستيكه، عندها حاشيه لهنا هذه تدخل لهنايا هكذا هذا مكان، ومن بعد نرجعوا هذا التيو ورجعوا له البريد تاعو. انا درك مانيش قن نرجعوا حتى نروح نشوف فلتر كانستر، ومن بعد ندير الهواء لهنا ونشوف بعد نشوف هذا الانابيب نشوف هذا التيو مسدود او لا، لازم ندير لهنا النفس باش كاش مكان يعود مبوشي يسرح. درك خاوتي نروحوا نشوفوا الفلتر كانستر. خوتي الفلتر كانستر منا راكم تشوفوا في هذو زوج تيوات ان شاء الله راكم تشوفوا فيهم، هذا هنا جاي تحت جاي تحت بارشوك. درك نهزوا السياره ونحوه ونوريكم كيفاش تسرحوه. باش تحو هذا الفلتر كانستر وتلقوه تاع الهونداي اكسنت لازم تهزوا السياره، لا عندكم فوس هاي اخير لا ما عندكمش، هزوا سياره كما راني هزها وديروا اون شوندال اون كالت سيكوريتي كما هكذا باش ما طيحش عليكم السياره، ما تزاهدوش الحديد راه ما يسمحش، وارواحوا تحت البارشوك تاع السياره هنا تلقاو فلتر كانستر. درك نوريه لكم لهنا اني تحت السياره، ها وراء الفلتر كانستر هذا هو، هذو التيوات تاعو، كاين واحد هنايا هذا كاين واحد جايب بالخزان تاع الوقود وواحد يدي لي فابور الكتروفان تاع الفلتر كانسير تاع الفلتر تاعو اللي بدلتو قبيله كما شفتوني. درك واش نديرو نحو الساع هذو لي كولي زوز
ومن بعد نفتحوه منا. واش انتم ديما كي تجوا قد بدلوا وحدكم، ماذا بكم اغسلوا هذه الجهه من تحت باش ما تعودوا كي تعودوا تنحوا فيه ما تحش عليكم التراب في عينيكم. درك نبداو في العمليه، لازم بانس. بانس طلعوا هذا الكليبس زو. شوف التراب كيفاش راه يطيح هكذا، طلعوا هذا ومن بعد في التورنفيس جبدوهم، راهم ساهلين. وشن بشويه باش ما تكسروش التيو تاع بلاستيك، هافي هنا التيو تاع بلاستيك بالك تكسروه. كما يقولوا ماذا بكم تاخذوا خدمه مليحه. هذا واحد، درك نروحوا للاخر. كما قلت لكم ساعدوا التيوات. هكذا ومن بعد دوك نحو هذو لي دو فيس هنا، هذو زوز بولونات نحوهم مفتاح ديس. ومن بعد نحو هذو هكذا، هم شويه قاسين. وزيدوا نحو البولون الثالث اللي راهو هنايا، هذا لازم تنحوه ثاني كما راك تشوفوا هكذا. بعد ما تنحو ثلاث بولونات حبطوه هذا مكان. هذا هو الفلتر كانيستر كما راك تشوفوا، درك نقوه نحو السع من بلاستو هذه. أو ديك المرة تشوفوا أني نحيتها، واش فيها هذا بولون ثاني يجي لهنايا، بولون يجي لهنا في هذه الثقبة هاوليك. نحوه نحوه وجبدوه هكذا هي الفلتر هذا مكان. دركا واش لازم نسعى نقصلوه، لازم نقطو هذو التيوات ثلاثة زوز، واحد اللي دخل واحد اللي خرج الصقار، وهذا لي خرج الهواء البيئة هذا الكبير داك تشوف فيه لهنايا. دوكا نقطوهم باش ما يدخلهمش الماء ونقصلوه، ومن بعد نوريكم كيفاش نسرحوه. شوفوا من بعد شنو نديروا، نجيبوا نديروا لهنايا دي بوشون باش ما يدخلناش الماء هنا وهنا وهنا. لازم نسدوا هذو الثقابي تاع تيوات باش ما يدخلش الماء لي شاربون، كل يدخل راه راح يتلف، ونقصلوه بالماء هكذا. ديروا شيتا واغسلوه. اغسلوه هكذا، نظفوه هكذا كما راكم تشوفوا، هكذا كما راكم تشوفوا خوتي. بعد ما تنقوه بلا بريسيون نشفوه حتى ما عطوش عندكم لا بريسيون، نشفوه الا بالشيفونه كان حتى مشكل ثاني. خوتي درك ندخلوا المرحله تاع التنظاف، واش نديروا؟ لازم نحو زوز هذو نحوهم هكذا، دي بوشون هادو نحوهم، ونديرو تيو تاع نفس هنا، وهنا نديرو غربال باش لي شاربون اللي راه من الداخل ما يطلعوناش ما يروحوش، خاطرش لا راحوا ولا خرجوا راح يتلف الفلتر هذا. شوفوا انا راني جبت مصفات هكذا، وثم جيبوا حاجه وكانت لي تصفي برك. كيفاش نديرو؟ نحطوا المصفات هنا باش لي شاربون ما يخرجوش هكذا، ونديرو نفس لهنايا
نورمال يخرج غبار درك حتى هي من 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 الفلتر. هكذا ومن بعد نروحوا للجهه هذه هكذا ومن بعد نحي هذه ندير هنا المصفات هكذا وندير هنا الهواء. شوفوا شوفوا الغبره كيفاش تطلع شوفوا المصفات نديرها باش ما يطلعوش هذوك لي شاربون لي صفوا. شوفوا الغبره اللي تطلع هذا راه مسخ بزاف فلتر على بها كان يدير النفس في خزان الوقود. نحي منا وندير هنا ونعاود ندير العملية اللي هنا هكذا نتحسس بالهواء اللي هنا يخرج ولا لا. هكذا راو يخرج الهواء راو صفاء. ها في بعض لي فلتر كان يسار كل ما ديروش مصفات راه يطلعوا لي شاربون لازم ديروا المصفات في هذا ما طلعش. هذا مكان خاوتي راهو تنظف خلاص راه عادوي مكان حتى مشكل فيه دركا لازم نركبوه نقصلو الغطاء تاعو ونركبوه. خاوتي كما راكم تشوفوا بعد ما نقيتو راني رجعته في الغطاء تاعو دركا نركبوه وخلاص هذا مكان. خوتي قبل ما نركب هذو التيولات اللي راكم تشوفوا لهنايا قبل ما نركبهم هذا راني ركبته يروح للشاسي كما راكم تشوفوا. هذو قبل ما نركبهم نروح ندير النفس في جيت الالكتروفان تاع الفلتر كانيستر نضرب النفس باش نسرح التيو هذا قد راهو مبوشي هذا مكان ومن بعد نركب التيوات وخلاص. خوتي نجيب البيستولي تاع الهواء ونديرو هنا في التيو هذا اللي راهو جايب من اللي جيب من الفلتر كانيستر من اللور جيت خزان الوقود وندير النفس ونشوف واحد يرا قبلي من هيه من الخلف الهواء يخرج ولا لا. هذا مكان ومن بعد ما عليا الا الركب ركب التيو هذا رجعت الكولي تاعو درك نزيد نرجع الكولي تاع التيوات اللي تاع فلتر كانيستر اللي جا في الخلف. خوتي اللي هناك ما تقدروش تقلطوا كل واحد جاي بلاصتو رجعهم رجع الانابيب هذو هذا اللي هنا هاوليك هكذا اللي هنا هذا اللي هنا وهذا نرجعو لهنا هكذا ومن بعد نرجع لي كولي هذا ام سهلين نضغط عليهم برك بلا بانس هكذا خوتي هذا مكان والعملية انتهت. خوتي ان شاء الله في الاخير راكم استفدتم من هذا الفيديو البسيطة تاع كيفية تبديل الالكتروفان تاع الفلتر كانيستر والكيفية تاع التنقية تاع الفلتر كانيستر بذاته. خوتي ان شاء الله في الاخير راكم استفدتم من هذا الفيديو البسيطة تاع كيفية تبديل الالكتروفان تاع الفلتر كانيستر
والكيفيه تاع التنقيه تاع الفلتر راك السير بذاته. على هذا نقول لكم خاوتي ما تنساوش تابوني في لاشان حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.